طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، نبدأها بأبرز العناوين. وفيات كورونا في العالم تكسر حاجز 19,000 حالة، وعدد الإصابات يتجاوز 445,000. تسع وعشرون حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق، وخلية الأزمة تحذر من كارثة تنهي البلد بالكامل. الزرفي يواصل مباحثات تشكيل حكومته، ومجلس النواب يفشل في احتواء الأزمات. وبعد كورونا والتهديد الأمني، فرنسا والتشيك تسحبان قوتهما من العراق. إلى التفاصيل، مرحبا بكم مجددا. والبداية عالميا، حيث تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم حاجز 19,000 شخص، وهو ما يمثل نسبة 4.5% من مجموع الإصابات، حيث تجاوز عدد الإصابات 445,000 حالة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تأخر بكين في مشاركة المعلومات بشأن الفيروس سبب مخاطر للناس في أنحاء العالم وعرض حياة الآلاف للخطر، مضيفا أن التعتيم والتضليل الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى للجميع منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى. سجلت وزارة الصحة في إيران 2206 إصابات جديدة، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 27,000 إصابة، بينما بلغت عدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية 143 حالة. وحذرت الحكومة الإيرانية من موجة إصابات جديدة بكورونا إذا لم يلتزم المواطنون بقراراتها، حيث تبدو الأزمة في إيران خارج سيطرة كوادرها الصحية، فيما أكدت طهران أن العقوبات الأمريكية أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بين الإيرانيين. سجلت وزارة الصحة 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات 346 إصابة، فيما بلغت الوفيات 29 حالة بعد وفاة مريضين في بابل وكركوك. وتوزعت الإصابات في مناطق العراق بواقع 9 إصابات في جانب الرصافة ببغداد، في حين خلا جانب الكرخ من تسجيل الإصابات لليوم الثالث على التوالي. كما سجلت في محافظتي النجف وكركوك بل 4 إصابات في كل منهما، وإصابتان في المثنى، وإصابة واحدة في كل من البصرة والديوانية وكركوك. أما في إقليم كردستان فقد تم تسجيل 8 حالات جديدة، 6 منها في السليمانية واثنتان في أربيل، فيما تم تسجيل 14 حالة شفاء في عموم العراق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعد الخزاعي، عضو نقابة الأطباء العراقيين في بغداد. مرحبا بك دكتور. إذا دكتور، 346 حالة إصابة بكورونا حتى هذه اللحظة، إلى أين برأيك تتجه أزمة الوباء العالمي، سيما مع تحذير خلية الأزمة من احتمال أن يكون الوباء أكثر خطورة في العراق؟ تفضل. مساء الخير عليك وعلى مشاهدينا. حياك الله. الوضع غير مطمئن بحسب عالميا، بحسب تصريحات المنظمات العالميه لا تزال المخاطر قائمه،
وتوسع الوباء وانتشاره بشكل اكبر لا يزال قائم، في ظل عجز يعني عن ايجاد حلول ناجحه لهذا الفيروس. بالنتيجه الوضع ايضا في العراق لا يزال يعني غير واضح، اعتبار انه صارت عندنا فعاليات جماعيه خلال الفتره الماضيه، ونحن لا نزال يعني نراقب تطور الامور خلال الاسبوعين القادمين اللي راح تكون حاسمه يعني باتجاه اما انه نقول انه احنا ان شاء الله تعدينا مرحله الخطر بالنسبه لهذه الموجه، او لا قدر الله تسوء الامور ونحاول انه نستوعب الحاله اللي راح تصير. بكل الاحوال تبقى الاجراءات الوقائيه هي السلاح الاساسي في معالجه هذه المشكله. طيب دكتور، بعض الاطباء يدعو يعني لعدم الهلع والذعر للسيطره مثلا على افراز هرمون الكورتيستيرويد كما يعرف، والذي يساعد كما يقول الاطباء على تقليل المناعه، هل هذا الفهم صحيح برايك؟ الا ينبغي علينا عدم نشر فلنقل يعني ظاهره الخوف والهلع التي تسببت ربما نقل او يعني الاكثار من الاصابه في العديد من انحاء العالم، ربما ذلك سوف يكون في العراق اذا لم يواجه، هل تتفق مع هذا الفهم؟ لا، بالنسبه لي يعني الكورتيكوستيرويد الكورتيزول يعني ماكو الرابط الحقيقي الواضح بين المسالتين، المناعه بشكل مباشر هي مسيطره عليها يعني باليه معقده داخل الجسم، وهي تستجيب لاي يعني هجوم خارجي الا اذا اكو مشكله اساسيه في جهاز المناعه داخل الجسم. الحقيقه مو هاي القضيه، احنا نشر الرعب ما يفيدنا في شيء. احنا لازم نواجه الامور بشجاعه، الان هي مساله عالميه مو خاصه بس بالعراق. والحل الاساسي هو انه التزام المنازل وتقليل الحركه الا للضروريات، وقضيه التعقيم بالاضافه الى التزام النظام الغذائي المقوي لجهاز المناعه. اكثر من هذا يعني ما عندنا، وهذا الشيء اللي عندنا بالعراق هو نفس اللي يطبق بكل انحاء العالم. الان ربما نكون احنا افضل من كثير من الدول يعني من ناحيه يعني هاي الاجراءات، حتى بعض الدول المتقدمه يعني مثلا ايطاليا او اسبانيا اللي اهملت هاي الامور، ويعني بالتالي تفشعت من الوباء تفشي ذريع. فاحنا نقدر نقول انه احنا حتى لو لا قدر الله حصلت عندنا موجه متصاعده، لكن يمكن احتواء هذه الموجه، يمكن احتواءها مثل ما قلت في البدايه بالتزام المنازل والتزام النظام الغذائي المقوي للمناعه والمعتمد على البروتينات وعلى الفيتامينات بشكل اساسي. وطبعا استمرار التعقيم ويعني التزام الاجراءات الوقائيه الاخرى. هذه هي النظام المتبع في كل العالم واللي احنا موجود عندنا بالعراق، بعد اكثر من هذا ما بدنا شيء نسوي. طيب دكتور نعم، بالنتيجه اللي اقوله بالنتيجه انه احنا هذا الوباء يجب ان ينحسر، هو ما راح يستمر. الوباء ان شاء الله لابد ان ينحسر، ولكن يجب ان ينحسر باقل مقدار ممكن من الخسائر. طيب دكتور، ما نسمعه هو أن فيروس كورونا كأي فيروس ينتشر وربما بعد فترة معينة ينتهي، لكن ما يشاع عن أن دواء أو مزيج دواء يعني أزيثروميسين وهيدروكلوروكين ربما يقلل من الإصابة، هل برأيك هذا صحيح؟ وهو ربما أول من أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعد ذلك أيضا فرنسا، هل تتفق أن مزيج هذين الدوائين سوف يكون فعالا لإيقاف والقضاء على فيروس كورونا برأيك؟ بالحقيقة حتى نقيم فعالية الدواء يجب إجراء بحث علمي. ما يحصل من إعطاء الدواء للمرضى في المستشفيات هذا ما يسمى بحث علمي، هذا يسمى بحث تجريبي أو إعطاء تجريبي، فالنتيجة مالته مو قطعية. نعم أكو تقارير صحفية وردت من يعني الصين باعتبار جربوا الكلوروكوين هيدروكسيكلوروكوين على بعض المرضى وعلى اساس انه اكو فد نتائج ايجابيه، لكن بالحقيقه لا توجد دلائل قطعيه على هذا الشيء. فبالاضافه الى انه يعني استعمال هذا الكلوروكوين لا يخلو من مخاطر، لانه ماده دوائيه لها مقدار من السميه، فهي تسبب مشاكل عصبيه، مشاكل في العين، مشاكل في يعني بالنسبه للاشخاص اللي عندهم تحلل دموي يسمونه احنا عندنا بالعاميه حساسيه الباجله، ممكن يصير عندهم تحلل دموي، ممكن يصير عندنا مشاكل بالقلب، الاشخاص اللي اصلا يتناولون ادويه القلب هذول ما ممكن ياخذون الكلوروكوين، فبالنتيجه ما ممكن انه يعني نقول هذا الدواء
يستفاد منه وبالتالي نطلقه ويحصل ما حصل من تناول وتعاطي لهذا الدواء بدون وصفه طبيه وحصلت مشاكل كثيره في العالم. اتضحت صوره الدكتور سعد الخزاعي، كنت معنا عبر الهاتف عضو نقابه الاطباء العراقيين، شكرا جزيلا لك. الاخبار مستمره. قررت خلية الأزمة تمديد حظر التجوال في عموم المحافظات إلى مطلع الشهر المقبل، محذرة من كارثة كبرى في حال عدم الالتزام بالحظر. وحذر قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير يارالله من تفشي فيروس كورونا، وأنه سينهي البلد بالكامل إن لم يفرض حظر التجوال بالقوة، مطالبا رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بالإسراع بتعزيز قطاعات عمليات بغداد بالجيش ومكافحة الإرهاب، داعيا لإشراك قوات العمليات المشتركة في فرض حظر التجوال. إلى ذلك، استثنت وزارة الصحة مجموعة من العاملين في مجالات المالية والقضائية والتجارية من قرار حظر التجوال لتيسير الأعمال الضرورية اليومية. وأوضح كتاب صادر عن الوزارة إلى قيادة العمليات المشتركة أن الفئات التي تم استثناؤها هي العاملون في البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الإلكتروني وبوابات الصرافات الآلية وموظفو المصارف الأهلية والمصارف الحكومية لتسهيل عملية صرف رواتب الموظفين المواطنة رواتبهم في المصارف الأهلية والحكومية. كما تم استثناء القضاة وأعضاء الادعاء العام والمدراء العامين والمحققين القضائيين والشركة العامة للمعارض لإكمال إجازات استيراد الأدوية والمستلزمات الصحية المطلوبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العراق. قدم وزير الإعمار والإسكان بن كيري كان مقترحا لرئيسي الوزراء ومجلس النواب بتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان إلى النصف. وقال ريكان في تغريدة له إن تخفيض الرواتب يأتي كجزء من المساهمة في تخفيف وطأة الظروف الصعبة الناتجة عن الوباء، مشيرا إلى أن التخفيض شمل المدراء العامين والدرجات العليا بدرجة 35% وتخفيض بقية الرواتب حتى الدرجة الخامسة بنسبة 20%. في نينوى، أعلنت خلية الأزمة في المحافظة وجود 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة، بالإضافة إلى وجود 7 حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، فيما جددت دعوتها لأهالي نينوى بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية لتلافي انتشار هذا الوباء. الإصابات لحد الآن هي 5 إصابات وهنالك 7 حالات اشتباه، نحن في انتظار نتيجة هذه العينات. طبعا الحالات المصابة هي في حالة صحية جيدة وفي طور العلاج وتقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة. طبعا هنالك جهد حكومي لخلية الأزمة برئاسة السيد المحافظ وكلية الطب ودائرة صحة نينوى بإشراف الدكتور مزاحم الخياط لغرض توفير أجهزة لفحص عينات الكورونا في نينوى. هنالك جهد حكومي ايضا من دائرة صحة نينوى لغرض فحص الاشخاص الملامسين للمريض وعائلته بالاضافة الى تعفير منزلهم ومنطقة سكنهم. طبعا نصحنا في محافظة نينوى بضرورة الالتزام بالشروط الصحية الوقائية والالتزام بتعليمات حظر التجوال. هناك أيضا جهد حكومي لغرض توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين خلال الأيام القادمة، وكذلك هناك إشراف من قبل خلية الأزمة على عملية توزيع الرواتب وتفعيل مكاتب الكي كارد وتأمين لها كل احتياجاتها لغرض توزيع الرواتب. تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار إجراءاتها المشددة لتطبيق قرار حظر التجوال في إجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا، فيما استمر المواطنون بالالتزام بهذا القرار. للمزيد من تفاصيل الأجواء الحالية داخل مدينة الفلوجة ينضم إلينا مراسلنا من هناك سلام خالد. ما يزال قرار حظر التجوال لسار المفعول في مدينة الفلوجة. هنا على الشارع العام الرابط بين بغداد والرمادي تنتشر القطاعات الأمنية لمحاسبة ومراقبة الذين يتسكعون في الشوارع ويكسرون قرار حظر التجوال. هنا في هذا الشارع تنتشر قطاعات أمنية لأفواج طوارئ شرطة الأنبار، فضلا عن قوات قيادة عمليات الأنبار الفرقة العاشرة اللواء 41 الفوج الأول الذين يقومون بتسهيل مهمة الجهات المستثناة من قرار حظر التجوال وهي الكوادر الصحية والطبية، فضلا عن الكوادر الأمنية والمنتسبين الذين يقومون بالانتشار
الانتشار المكثف في الشوارع. خلية الأزمة في مدينة الفلوجة أصدرت عدة تخاويل للسماح لأصحاب مركبات الحمل التي تحمل المشتقات النفطية وغاز الطبخ والمواد الغذائية بالتنقل خلال أوقات محددة حددتها خلية الأزمة من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء من أجل إيصال المواد الغذائية لمناطق المدينة ولمنع المتلاعبين بالأسعار من استغلال الظروف الحالية ورفع أسعار المواد الغذائية. الأوضاع الأمنية مستقرة ومستتبة، هناك التزام واضح من قبل المواطنين بقرار حظر التجوال. سلام خالد، قناة الفلوجة، الأنبار. لذلك أعلن قائم مقام قضاء هيد في محافظة الأنبار مهند زبار وجود حالتين مشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا، فيما أشار إلى أن الحالتين تعودان لمنتسبين في الجيش العراقي وهما حاليا يتمتعان بصحة جيدة جدا. فيها اثنين اخوان منتسب في اللواء 29 فوج الثالث ومقدم ضابط في شعبة أشغال الأنبار الثانية في مقرهم في قاعة الأسد الجوية. الحالتين طبعا عندما دخلهم الطبيب الباطني تم الاتصال به انه تدري اعراض، والاعراض خلينا نقول اشتباه، لكن الحمد لله والشكر اليوم وضعهم، هم دخلهم يوم امس لكن اليوم وضعهم سريريا كتقرير طبيب الباطني الدكتور عبد الرزاق وضعهم جيد جدا، لكن مع هذا تم ارسال المسحه الى المختبر وتم اتصال مع سيد مدير عام دكتور خضير على انه التسريع بعمليه المسحه، وان شاء الله النتائج تكون ايجابيه وان شاء الله يكونون سليم، وإن شاء الله ربي يحفظ كل قواتنا الأمنية ويحفظ كل مواطنينا. بقائك بالبيت هو العلاج الوحيد لفيروس كورونا. في البصرة أعلنت دائرة صحة المحافظة أن مجموع الإصابات بكورونا منذ بدء الأزمة بلغ 31 إصابة، اثنتان منها تماثلتا للشفاء، مشيرة إلى أنها أعدت خطة جديدة للتحري المنزلي بكافة المناطق السكنية المحيطة بالمرضى المصابين بالفيروس وفحص سكانها وتوسيع عملية البحث. عدد الحالات الكلي منذ بداية الأزمة لحد الآن 31 حالة. اليوم خرجت مريضتين بشفاء تام من مستشفى البصرة التعليمي، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء 4 حالات في محافظة البصرة. في هذه الأثناء ينشر الدفاع المدني دورياته في شوارع المحافظة لفرض حظر التجوال الليلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا، وتبث الدوريات رسائل لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم عبر مكبرات الصوت، خاصة بعد أن سجلت عدم التزام بعض الأهالي بقرار الحظر الذي فرضته السلطات المحلية. لاحظنا يعني بعض المواطنين عدم التزامهم بحظر التجوال، ولذلك قررنا ما قررناه في انه نطلق عبر مكبرات الصوت. لاحظ بعض المواطنين لديهم عدم اللامبالاة، وهذا سوف يحسب عقباه بالاخير. يعني اكو دول المتقدمه مثل ايطاليا يعني ايضا كان لديها عدم المبالاة، وبالتالي حصل اللي حصل عندها لأنه تفاقم المرض. انتقد مجموعة من التجار غياب الكوادر الصحية والإجراءات الوقائية في علوات بيع الخضار في بغداد، فيما اشتكوا أيضا من ارتفاع أسعار تلك الخضار وصعوبة إدخالها إلى العاصمة. شوي وقاية العلوات، وتدري احنا عندنا أجواء هنا كش ما جاي يلطوننا، وحتى هاي الكمامة فيها ما موجودة عندنا احنا بالمناسبة، زين شو اسمه لا صيدليات بالعلوات لا شيء، وتدري بعد هاي الأيام مخطورة جدا من هاي الأمراض، وإن شاء الله الله يشفينا شرها ونخلصنا من عندها. احنا مقر زراعة وتسويق زراعة وديجينا من خارج البلد ونخاف من هاي، نرجو من وزارة الصحة أن تجهزنا بالمواد الطبية اللازمة، وديجينا مواد من خارج البلد ويجب أن يرعون ذلك. بس الكراوس هذا الضعف وين؟ يعني هذا السكس انا كنت اجيبه بيش؟ مليون ب 700,000، هسه اليوم جاني 1.25 مليون، الكنتر ب 400 ب 350، اليوم 750. عزيزي انت هي مو بس عزرة، المواطن يريد من عندي وانا اريد من المواطن، سعره غلط، والسيطرات تاخذ حقها من عندك يلا يعبر الزرع، سعره غلط، لانه تعرف انت حظر تجوال وكذا
عليه متابعه الجانب الصحي، انشد من الجانب الصحي. بالنسبه للعلويه ما بيها وقايه، خلاص هي كلها بؤره تجمع كامله، ما بيها اي وقايه. مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان، كثفت الأجهزة الصحية إجراءاتها الاحترازية في مخيمات النزوح المكتظة بآلاف النازحين. التفاصيل تتابعونها في سياق التقرير التالي. تعد مخيمات النزوح من أكثر الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض لافتقارها للوسائل الصحية، ومع اتساع وتمدد وباء كورونا وحرصا منها على سلامة النازحين، تبذل المنظمات الإنسانية في أربيل جهودا كبيرة لفحصهم ومراقبتهم صحيا. قمنا بنشر وانتشار توعية صحية للمخيمات على الطريق المختار اللي موجودة بالمخيمات، وعلى الطريق كوادر الصحي والكوادر الإدارة المؤسسة، على طريق التوزيع البروشو لكل العوائل وبوسترات به تعليمات خاصة لوقاية من فيروس كورونا، وأيضا قمنا برش كل المخيمات بمواد التعقيم. ومنذ أكثر من 6 سنوات لا زالت السلطات الحكومية في الإقليم تحتضن العديد من مخيمات النزوح، فما بين مخيم هرشم وبحركة وصولا إلى حسن شام والخازر تمتد معاناة آلاف الأسر، فزمن كورونا يحاصر الجميع. حوالي 13,000 عائلة حاليا موجود داخل مخيمات إقليم كردستان بمحافظة أربيل. إذا نحكي عن محافظة دوك عندنا 20 مخيم أخرى للأكراد الإيزيديين والسوريين داخل مخيم. عندنا 6 مخيمات مع النازحين و4 مخيمات مع اللاجئين أكراد السورية موجودين، اللي مجموعهم يصير أكثر من 13,000 عائلة. انقلاب في حياة البشر لا يسلم منه سكان المدن، ليبقى كورونا تدور دوائره قريبة من مدن الخيام. تشكل مخيمات النزوح المكتظة بآلاف النازحين بؤرة خصبة لانتشار عدوى فيروس كورونا، فيما تواصل الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها الوقائية والصحية من أجل سلامة المواطنين فيها. بشير الحسن، قناة الفلوجة. كشفت مصادر نيابية أن العوامل الحالية التي يمر بها العراق من أزمة مالية وأزمة كورونا تساعد على تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وبينت المصادر أن المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف لتمرير كابينته في البرلمان ماضية على قدم وساق برغم العوائق التي تواجهه. وأشارت إلى أن الأزمة المالية التي تحيط بالبلد من شأنها أن تضغط على الكتل في التصويت على كابينة الزرفي. في غضون ذلك، أكدت كتلة الفتح النيابية أن موقفها ثابت برفض آلية تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة. الكتلة أوضحت أن رئيس الجمهورية برهم صالح تجاوز الدستور والأعراف السياسية السائدة منذ عام 2003، داعية الزرفي إلى الاعتذار عن التكليف كي لا يكون سببا في تضييع حق الأغلبية. من جانبه، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه لا يتحفظ على أي شخصية ترشح لمنصب رئيس الوزراء. وأشار عضو الحزب عماد باجلان إلى أن القوى الكردستانية ستتفاعل بشكل إيجابي مع أي مرشح تقدمه القوى الشيعية لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا على ضرورة حفظ الاستحقاقات لجميع أطياف الشعب، ومؤكدا أيضا أن البلد يمر بظروف صعبة وعلى الجميع التوصل إلى رأي يخدم الشعب وينقذه من الأزمات الراهنة. رغم التحديات التي تواجه البلاد، إلا أن البرلمان مستمر في عطلته التشريعية، الأمر الذي عده مراقبون فشلا لأداء المجلس في احتواء الأزمات. تفاصيل أوفان نتابعها في سياق هذا التقرير. الأحداث في البلاد تتسارع وتتصاعد، معها وتيرة الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية، ولا يزال البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام عن دور البرلمان في الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. البرلمان حاليا يعاني إشكالية كبيرة، أولا
لا يمكن أن يحقق حتى النصاب في معالجة أي أزمة من الأزمات التي يعيشها العراق، يعيشها المواطن العراقي والشارع العراقي. ونحن نعلم أن الآن هناك صراع إرادات كبير من قبل الكتل السياسية. البرلمان وعلى الرغم من علم الجميع أنه لم يقدم شيئا سوى التصريحات، إلا أن دخوله في عطلة تشريعية يعد هروبا من واجباته القانونية التي يتقاضى كل نائب آلاف الدولارات شهريا لقاء حضور شكلي في الجلسات وسط تحديات عديدة يبدو عاجزا عن معالجتها. بما أن البرلمان يخضع إلى الترتيب المحاصصات وأيضا يعني ما يتعلق بالكتل السياسية وموقفها بالسياسة عموما بالعراق، فإن هذا التأثر سبب بتوقف مجلس النواب عن الاجتماعات وعن اتخاذ القرارات. حينما يحضرون الغالبية يجلسون في الكافتيريا وينتظرون الأوامر وينتظرون الاتفاقات أو الاختلافات، وبالتالي هذه العملية هي التي اعترض عليها الشارع أيضا. ويشهد مجلس النواب أو البرلمان الذي يفترض أنه يشكل حجر الأساس في الحياة السياسية حالة شلل بعد سلسلة من المشاكل، ما عزز قناعة لدى الغالبية العظمى من العراقيين بعدم جدوى هذه المؤسسة التي يفترض فيها تقرير مصير البلاد. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. حول هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر سكايب المحلل السياسي والأكاديمي الدكتور محمد القيسي. مرحبا بك دكتور. بداية برأيك مع الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد خاصة كورونا، ألا يستدعي ذلك تمرير كابينة الزرفي وعدم المماطلة مع هكذا ظرف؟ تحياتي لك أستاذ عبد الرحمن القدير و لمشاهدي قناة الفلوجة الكرام. الحقيقة نعم، العراق اليوم يمر بتحديات ذات طابع استراتيجي، يعني نستطيع أن نقول بأن التحديات غير مسبوقة، وتحديات غير مسبوقة جدا حقيقة. على سبيل المثال هذه التحديات يعني تحتاج، يعني هناك جملة من هذه التحديات على سبيل المثال منها مثلا التحديات الصحية، أزمة كورونا فيروس، تحديات انخفاض أسعار النفط وأثره على الاقتصاد العراقي، تحديات وجود جماعات مسلحة خارج إطار أو نطاق القانون والدولة، وتحديات تتعلق بوجود يعني خلل أمني أو بقايا فلول داعش الإرهابي على سبيل المثال، فضلا عن تحديات غياب موازنة لعام 2020 ونحن على أعتاب بداية الشهر الرابع. هذه التحديات بالمجمل يعني تدفع بنا بشكل موضوع مهني، لأن نقول أن العراق بحاجة في ظل وجود هذه التحديات بحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحيات وليس إلى حكومة تصريف أعمال يعني ضمن هذا السياق. طيب. لذا من المهم جدا أن تكون هناك حكومة مسؤولة بصلاحيات كاملة حسنا تستطيع مجابهة كل هذه التحديات الاستراتيجية دفعة واحدة. نعم، لكن نعم. دكتور، البعض يتعكز على خرق رئيس الجمهورية للدستور وتجاهله كما يقولون للكتلة الأكبر، على الرغم من أن المحكمة الاتحادية حسمت ذلك، لكن الجدل عاد مرة أخرى بعد أن قال رئيس مجلس القضاء الأعلى أن قرار المحكمة الاتحادية غير ملزم. برأيك كيف نخرج من هذه الجدلية وأي الطرفين على حق؟ نعم، الحقيقة لا يزال الخلاف قائم فيما يتعلق بتكليف السيد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ما بين كتل عديدة رافضة له، مع ملاحظة مهمة أن بين قوسين ما يسمى بالبيت الشيعي انتهى أو تصدع، لأنه أعلن قبل يومين السيد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بأنه هو مع وليس ضد الزرفي بل هو مع منحه فرصة دستورية لتشكيل كابينة ومواجهة الأزمات والتحديات التي يمر بها العراق. أما باقي الكتل الرافضة له والمتمثلة بتيار الفتح وتيار دولة القانون عفوا، فأعتقد حقيقة يعني هناك أربع خيارات ماثلة لدى إدراك واتجاه هذا الوضع الصعب. الخيار الأول حقيقة هو خيار يعني تهيئة شخص آخر سواء رئيس جامعة فلانية أو شخص مستقل بدلا عن عدنان الزرفي، وهذا خيار أعتقد نعم هو مستحيل وهو منتهي، لأنه سيد كلف عدنان الزرفي كلف بشكل دستوري. طيب. النقطة الثانية، ألو. نعم أسمعك دكتور. نعم، هو تكليف عدنان الزرفي. النقطة الثانية هو اللجوء إلى البحث عن صيغة لإقالة سيد رئيس الجمهورية، لأنهم ينظرون بأنه هو الذي تسبب
عن هذا الوضع الصعب الذي هم فيه الآن. وهذا الإجراء أنا أعتقد مستحيل، لأنه من الصعوبة بعزل رئيس الجمهورية إلا بحالات حددها الدستور العراقي. نعم. من على سبيل المثال حالة الخيانة العظمى أو حالة الحنف بالدستور، وبعد ذلك مصادقة المحكمة الاتحادية، بينما هنا أن المحكمة الاتحادية هي من صادقت على السيد عدنان الزرق. طيب. الحقيقة الخيار الثالث، نعم الخيار الثالث، أعتقد منهم يحاولون نوعا ما أو ينتظرون من وسائل ضغط لدفع السيد عدنان الزرقي لتقديم اعتذار عن تكليف، وهذا خيار أيضا نفاه هو، لأنه صرح قبل يومين عبر أحد الصحف الإقليمية والعالمية بأنه ماضي بتشكيلته بتأليف كابينة وزارية وماضي بفريقه التفاوضي بهذا الاتجاه. الخيار الرابع أجده مقبولا ومعقولا لحد ما، هو ميل الملاذ الأخير لها هو أن تميل إلى خيار منح فرصة للسيد عدنان الزرقي، ولكن مقابل الحصول على ضمانات خاصة منه تجاه طيب. هذه الكتل. طيب دكتور، نعم الحكومة. طيب دكتور، إذا نظرنا إلى تأثير العامل الخارجي برأيك، كيف سيؤثر العامل الخارجي على مخرجات تشكيل الحكومة؟ بمعنى آخر، الصراع ما بين أمريكا وإيران في العراق برأيك، هل سوف يحسم الموقف العراقي في ظل الأزمة الراهنة، أم أن المعطيات الحالية يعني لا تشير إلى ذلك؟ نعم، بالتأكيد أن العراق في ظل وضعه الحالي، وليس في هذه الأيام بل من عام 2003 عام الاحتلال، هو يتأثر بشكل كبير بواشنطن وبطهران، وأن الكثير من مخرجات العملية السياسية في العراق هي متأثرة بمدخلات التأثير الأقليمي الذي تجسده إيران والتأثير الدولي الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، البيئة العراقية عندما تكون رخوة ومتعددة الثغرات تتأثر بشكل كبير. أنا أعتقد بأنه هناك يعني ضمنيا منافسة، وإن كانت يعني في أحيان أخرى تظهر للعلن، هناك منافسة بين واشنطن وطهران، كل فريق يسعى بأدواته الخاصة باتجاه نعم. أن تكون الحكومة إلى حد ما نعم. محسوبة على واشنطن أو محسوبة إلى طهران. طيب. كلاهما يتنافسان من أجل مصالحهما البراغماتية بعيدا عن مصلحة العراق، وأنا يعز علي ذلك نعم. وأتمنى أن يفلح سياسيون يعني نبذ الفرقة طيب. والخصام بالضبط، وهذا ما يوده الكثيرين أيضا. معك دكتور محمد القيسي، نعم كنت معنا عبر سكايب، المحلل السياسي والأكاديمي الدكتور محمد القيسي، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. أكد صندوق النقد الدولي أن عددا من الدول بينها العراق توصلت معه للحصول على دعم مالي بسبب تفشي فيروس كورونا، وأشار الصندوق في بيان له إن دول العراق واليمن والسودان ستواجه تحديات شاقة في الحصول على الدعم بسبب الانهيار الذي تشهده أسعار النفط على وجه الخصوص والتجارة العالمية بشكل عام، مشيرا إلى أن الظروف الداخلية لتلك البلدان لا تسمح بالحصول على قرض جديد أو دعم آخر. في هذه الأثناء أكدت مصادر نيابية أن العراق سيدخل مرحلة الخطر الاقتصادي إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه، وقالت المصادر إن العراق جزء من منظومة الاقتصاد العالمي ولن يؤثر عليه انخفاض أسعار النفط خلال الوقت الراهن، مشيرين إلى أن البنك المركزي ووزارة المالية وضعا خطة طوارئ تحسبا لأي طارئ. إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع التشيكية أنها بدأت بسحب قواتها الموجودة في العراق ضمن مهام قوات التحالف الدولي، وقالت الوزارة إن السبب الرئيسي لسحب القوات هو التهديدات الأمنية المتزايدة على القوات وانتشار فيروس كورونا في العراق، مشيرة إلى أنها ستحتفظ ببعض القوات في القواعد الخاصة بالتحالف الدولي في العراق. وفي السياق ذاته، أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن القوات الفرنسية بدأت بالانسحاب من العراق بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة وفيها أيضا مبادرة لبيك نينوى لإغاثة متضرري الفيضانات تتواصل، وأهالي نينوى يثمنون جهود المشروع العربي في دعم المحافظة.
اليوم السادس على التوالي يتواصل توزيع منحة الأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر على الأسر المتضررة جراء الفيضان الذي ضرب مدينة الموصل قبل نحو أسبوع. كوادر المشروع العربي واصلت توزيع هذه المنح المالية في مناطق حي عدن وحي التأميم بعد الاستماع إلى مشاكلهم وتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازلهم بسبب الفيضان الذي اجتاح مدن نينوى. وهذه مكرمه الشيخ خميس الخنجر. هذا الشيخ سلم عليكم وان شاء الله هذا المبلغ يكفيك وان شاء الله ترجع الحي وتتعمر ان شاء الله تعيش العمر الطويل ان شاء الله. وضعكم ان شاء الله من اثاث من غراض من مواد غذائيه ونحن مستمرين ان شاء الله ندعم اهل الموصل في كل ما تحتاجوه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. فات عليكم المول؟ اي والله. والله فهد عسان أربع خمس أيام إذا تطلعون فضل فوق تشوفوا اللي يشيز فيها اللي يبقى اللي ما نعم. آه. نعم الحمد لله هذا شيء من الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هاي جايبه الموصل مدى قرر الغرشة وهذه مكرمة الشيخ خميس الخنجر. الله يبارك فيك يا هالي الموصل اللي ضرروا بالفيضان. الله يسلمك. شلون عيني غدينه شلون صحة. الله يبارك فيك. تسلمي. الله يبارك فيك. تسلمي. في خبرنا الأخير ثمن أهالي مدينة الموصل مبادرة لبيك يا نينوى التي أطلقها المشروع العربي في العراق قبل نحو أسبوع لتعويض المتضررين من الفيضانات الذي ضرب مدن نينوى داعين الجهات المعنية إلى بذل مزيد من الجهود لتلافي هذه الحوادث مستقبلا. الشيخ خميس الخنجر على هذه المبادرة الجميلة واللطيفة اللي قدمها المساعدات لأهالي منطقة حي التأميم التي صابتهم فيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي جرت في الأيام السابقة، ونطلب من الحكومة المركزية وأي مساعدة أن تشوفوا لنا حل لهذا الوادي، لأنه هذا مشكلتنا كل سنة في هذه المنطقة وخصوصا أنا يعني بيتي بالذات يعني لأنه مقارب للوادي. نشكر الشيخ خميس الخنجر واحنا ممنونين منه. الله يحفظ عمره إن شاء الله وآجر الله إن شاء الله اللي هو بيت بالجنة. ما زولي دحج على الفقراء وعلى اليتامى والله أنا أرملة ما عندي حتى راتب والله العظيم. وهذا بنت ولد هذا مريض بالصرع وبنتي هم مريضة والله بالصرع. والماي قعدنا على الصلاة قلب علينا المي هبابنا صلينا والله العظيم شال مناماتي شال مونتي ما ظل عندي كل شيء. طفلة عمرها يعني 10 أيام طافت بالمي والله هبابني لقفته أنجد محطة لعل هذا الحفريش يعني. 5 أيام أنا ببيت ابني والله دحك هاي دباب الديتول وقاصر عقبنا بيتنا سيان إيه العلاكم. مشاهدينا الكرام نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وفيات كورونا في العالم تكسر حاجز 19,000 حالة وعدد الإصابات يتجاوز 445,000. تسع وعشرون حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق وخلية الأزمة تحذر من كارثة تنهي البلد بالكامل. الزرفي يواصل مباحثات تشكيل حكومته ومجلس النواب يفشل في احتواء الأزمات. وبعد كورونا والتهديد الأمني فرنسا وتشيك تسحبان قوتهما من العراق. مشاهدينا الكرام النشرة انتهت وللمزيد من الأخبار زوروا الفلوجة دوت تي في وكذلك صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. شكرا لكم وإلى اللقاء.